لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول أحكام الأسرة، وحديثنا اليوم عنوانه التفريق لفقد الزوج أو غيبته. التفريق لفقد الزوج أو غيبته، هذه مسألة أيضا من المسائل التي تعرض، ولا سيما في هذا الزمان أكثر من كل زمان سبق. وإن كان وجد الاتصالات ووسائل يعني التعرف على وجود الأشخاص وأماكنهم أكثر من ذي قبل، إلا أن الحوادث في هذا الزمان أكثر من كل زمان سبق، مما يؤدي إلى حصول هذه الصورة ووجود هذه المسألة بكثرة في هذا الزمان، وهي مسألة فقد الزوج أو غيبة الزوج. يعني صورة هذه المسألة في الجملة: هل يجوز لي المرأة التي فقدت زوجها أن تطلب الطلاق والتفريق؟ والفقد هذا له صور كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله، لكن أيضا في إشارة، كمثلا فقده في سفر خرج فيه وهي لا تعرف عنه شيء، أو فقده وهي مثلا تعرف وجوده لكنها تفقده مدة ربما لا تطيق هذه المدة، كالمسجون مثلا عافانا الله وإياكم والمسلمين من كل سوء. فهذا المسجون مثلا، هل يجوز لزوجته أن تطلب الفراق والفسخ أو الطلاق لأنها تفقد زوجها بسبب الحبس مثلا، أو أنه سافر في تجارة وأطال؟ وهذه الصورة أيضا موجودة كثيرا، كالذين يسافرون إلى بعض الدول العربية مثلا، وتكاد تكون ظاهرة وجدت في بعض الناس، أن يسافر إلى دولة خليجية مثلا ويقول لزوجته أنا أسافر سنة وأرجع إن شاء الله، فيسافر ربما ويواصل يعني غيبته سنوات. يعني أذكر أنني مرة في يعني في العمرة أو في الحج ركبت مع سائق يعني سيارة أجرة مصري، وهو يتكلم معي يحكي أنه كان يكلم أولاده على التليفون من مصر يعني، فيقول لي أنا يعني بقالي 10 سنوات ما نزلتش، 10 سنوات ما نزلتش بلده. فقلت له هل هناك يعني سبب أنك ما تنزلش؟ قال لا، بس عشان الأولاد ونعمل لهم قرش ونحو ذلك. فهذا الزوج الذي ظل 10 سنوات ويغفل ربما عن حق هذه الزوجة وما يعني لها عليه، هذه صور في الحقيقة تؤدي إلى هذه المسألة التي بين أيدينا، وهي مسألة طلب الفراق من الزوجة تضررا بفقد الزوج أو غيبته التي لا تتحملها ربما، فعندها تطلب الفراق والطلاق. هذه هي المسألة التي سنناقشها اليوم إن شاء الله تعالى. تكلم العلماء في أن مسألة فقد الزوج أو غيبته لها صور. نبدأ بالأول الكلام عن طلب تفريق الزوجة لغيبة الزوج بسبب غياب يعني الزوج. قالوا إذا غاب الزوج عن زوجته مع علمها بمكانه وإمكان الاتصال به، فقد اختلف الفقهاء في جواز التفريق للغيبة على أقوال، مبناها اختلافهم في حكم استدامة الوطء، اختلافهم في حكم استدامة الوطء،
أهو حق للزوجة مثل ما هو حق للزوج أم لا؟ يعني اختلف العلماء إن هل للزوجة تطلب الفراق ولا لا؟ ومبنى الخلاف على مسألة دقيقة انتبهوا لها، وهي هل مسألة الجماع هذه حق للزوج وحده أم هي حق للزوج والزوجة؟ فربما البعض يستغرب ويقول كيف يعني لأحد أن يقول حق للزوج وحده ونحو ذلك. لا، هذا كلام تأصيلي شرعي تكلم فيه، بل جمهور العلماء على أنه حق للزوج. ومأخذ هذا أن الزوج هو الذي يعني أدى المهر وأدى الحقوق للمرأة ليستمتع بها، ليستمتع بها. طيب ما هو فيه هناك مسألة الإيلاء، مسألة الإيلاء، طب ما هي المرأة بتتضرر ونحو ذلك. هذا يقولون أن هذا له حكم خاص، وهو أنه حلف ونحو ذلك. الغرض المقصود يعني أن جمهور العلماء على أن الوطء حق، أن آسف جمهور العلماء على أن الوطء أو الاتفاق، آسف الاتفاق على أن الوطء حق للزوج، كلهم متفقين على أنه أن الوطء حق للزوج. واختلفوا في مسألة المرأة، هل المرأة لها هذا الحق فتطالب به في غير الإيلاء وعليه تطالب به وتطلب الفرقة والفسخ ونحو ذلك أم لا؟ فالجمهور على أن هذا حق للرجل وما لم يكن إيلاء. وذهب المالكية، وهو قول عند الحنابلة أيضا، بل هو الأشهر في مذهب الحنابلة وهذا هو الراجح، إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة كذلك، حق للزوجة كذلك، إلا أنهم قيدوه بما لم يكن بالزوج، بما لم يكن بالزوج عذر مانع منه كمرض أو غيره. قالوا إلا أن يكون الزوج أصابه مرض أو نحو ذلك منعه من الوطء، خلاص ليس للزوج حق في ذلك. لماذا؟ لأن هذا عذر للرجل. أما إن لم يكن له عذر فهو حق لها تطلب ذلك. ولذلك هذا في الحقيقة هو الصحيح في هذه المسألة. ولذلك أجازوا طلب التفريق للغيبة، إذا غاب عنها زوجها مدة تضرر بها فإنه يجوز لها أن تطلب الفراق بسبب هذه الغيبة. واشترطوا في الغيبة ليثبت التفريق بها للزوجة شروطا. احنا نسير بقى مع هذا القول وهو الصحيح في الحقيقة، وهو أنه للزوجة أن تتضرر بغيبة الزوج وأنها يضرها ذلك في نفسها ما لم يكن للزوج يعني عذر كالمرض ونحوه. أما أن يغيب كالسفر والسجن مثلا ونحو ذلك فهذه المسألة التي بين أيدينا. فقالوا يجوز لها طلب التفريق لكن بشروط. هذه الشروط: واحد، أن تكون غيبة طويلة، أن تكون غيبة الزوج غيبة طويلة، مش مجرد ما يغيب مدة قصيرة مثلا تطلب التفريق. واختلفوا في هذه المدة، اختلفوا في هذه المدة، إيه هي الغيبة الطويلة؟ فقال الحنابلة أكثر من 6 أشهر، إن يغيب مدة أكثر من 6 شهور. واستندوا إلى ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4 أشهر ويسيرون شهرا راجعين. إن عمر وقت للمجاهدين 6 أشهر، يغيب عن زوجته 6 أشهر، شهر رايح وشهر راجع و4 شهور في الغزو. نعم. وهذا الخبر أخرجه سعيد بن منصور بسند حسن، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر بلاغا، وله شواهد ذكرها ابن كثير في تفسيره، إلا أن في بعض طرقه 4 أشهر وفي بعضها 6 أشهر. يعني الرواية اختلفت، مرة 6 أشهر ومرة 4 أشهر. وهذا لما سمع شكاة امرأة بالمدينة كان زوجها غائبا عنها في سبيل الله. إن عمر رضي الله عنه بلغته شكاية امرأة
من غياب زوجها في الجهاد، فأرسل أنه لا يغيب المجاهد أكثر من هذه المدة، 4 أشهر أو 6 أشهر على الخلاف في الرواية. وحدها المالكية في المعتمد عندهم بسنة فأكثر. المالكية قالوا أن يغيب عنها مدة سنة وطالع، يبقى هنا تتضرر ويجوز لها أن تطلب يعني الفراق. يبقى إذن أول شرط أن تكون غيبة طويلة، والغيبة الطويلة دي في كلام الفقهاء اللي هم قالوا بأنها تطلب التفريق بفقد الزوج اللي هم المالكية والحنابلة، قالوا تكون من 4 أشهر لستة أشهر الخلاف بينهم، والآسف من 4 أشهر إلى 6 أشهر إلى سنة. بعضهم قال 4 أشهر، بعضهم قال 6 أشهر، بعضهم قال سنة. الشرط الثاني أن تكون الغيبة لغير عذر، أن يكون الزوج غائب لغير عذر. فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التفريق، هذا عند الحنابلة. أما المالكية فلم يشترطوا العذر، وإنما لها الحق بالغيبة مطلقا. المالكية قالوا لا، مش شرط يكون يعني الغيبة لعذر، إنما هي بتتضرر سواء بعذر أو بغير عذر. الحقيقة هذا الرأي أوجه. ليه؟ لأنه العبرة بتضرر المرأة، فإن غاب عنها زوجها ولو في سفر عذر مثلا أو بسبب وهو معذور فيه كالتجارة كالحج، لكنها تتضرر، بل حتى السجن عافانا الله وإياكم والمسلمين، لكنها تتضرر وتخاف على نفسها الفتنة. في هذه الحال قالوا بأنها يجوز لها طلب التفريق. وهذا يعني بين يدي ذلك لابد أن ننبه أن كل هذا لابد أن يكون يعني قضاء القاضي. نعم. الشرط الثالث قالوا أن تخشى على نفسها الضرر، اللي هم أصحاب مذهب أن يجوز للزوج أنها تطلب الفراق بسبب غيبة الزوج، قالوا غيبة طويلة، أن يكون الشرط الثاني اللي هو يكون الغيبة الغير عذر، والمالكية قالوا لا مش شرط يكون السفر ده سفر عذر، وقلنا أن هذا أوجه. الشرط الثالث أن تخشى عن نفسها الضرر، والمراد به الوقوع في الفتنة والعياذ بالله والزنا. وده اللي خلينا نقول أن قول المالكية اللي فات ده أوجه، أنه مش شرط يكون السفر بتاعه بعذر، هي تتضرر. لو هو هيروح حتى الحج وهيقعد 6 شهور في الحج مثلا وهي تتضرر بذلك، لا، إنما يجب عليه أن يعجل في سفره ويعود. نعم. 4 أن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو نقلها أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة. إن الغيبة دي عشان يتحكم بالفراق بها إن القاضي يرسله ويقول له إما أن ترجع وإما أن تنقلها إليك وإما أن تطلقها، كما فعل عمر مع رجل اشتكت زوجته. ولذلك نقول أن هذا القول بجواز التفريق للغيبة أوجه بلا شك، لأن الصحيح أن الوطء بالمعروف حق للمرأة كما تقدم قبل ذلك، وذلك لقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. واعتبار عذر الرجل في تركه من المعروف فيعتبر قول الحنابل، يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني هي يعني تقدر مسألة أن الغيبة بتاعته لو كانت لعذر، وهذا من باب المعروف. لكن ينبغي ألا تزيد غيبة المعذور عن المدة التي تنتظرها زوجة المفقود. يعني لو كانت هذه المدة طويلة، ده كلام الحنابلة، زي مدة المفقود، لا خلاص حتى لو سفروا العذر. لكن في الحقيقة نرجع ونقول إن قول المالكية أقرب وأوجه والله أعلم، وهو أنها إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة والوقوع في الفاحشة فإنها يجوز لها أن تتضرر من ذلك عند القاضي، ولو كان حتى السفر سفر عذر. لماذا؟ لأن العبرة بحالها هي.
ولا سيما أنه قد يعني ورد عن عمر رضي الله عنه قال: لا تحبس الرجل عن امرأته، لما أرسل إلى أمراء الأجناد قادة الجيوش يعني، لا تحبس الرجل عن امرأته أكثر من 4 أشهر. طيب نوع الفرقة دي، وهي الفرقة لو قضى القاضي بفرقة الزوجين بسبب غيبة الزوج، نوعها إيه؟ هي هي طلاق؟ هل هي فسخ؟ اختلفوا أيضا الفقهاء في ذلك. فهذه المسألة في الحقيقة ترجع لاجتهاد القاضي، ترجع لاجتهاد القاضي. وإلا بعضهم قال الفرقة فسخ هنا، وبعضهم قال لا هي طلاق، هي طلاق. نعم. طيب مسألة المحبوس، عافانا الله وإياكم والمسلمين، المحبوس هذا غائب معلوم المكان، يعني زوجته عارفة أنه في سجن كذا مثلا، عافانا الله والمسلمين. وعليه فإن الجمهور خلافا للمالكية قالوا لا يجوز التفريق عليه مطلقا. جمهور العلماء قالوا في المحبوس لا، ده غائب بس معروف مكانه، معروف مكانه، يبقى ده معلوم. بخلاف المالكية قالوا معلوم مكانه أو لا يعلم مكانه، لها هذا الحق. وقول المالكية أقرب أيضا كما ذكرنا من قبل. إذا مسألة التفريق بسبب غيبة الزوج خلاصتها أن المرأة لها أن تتضرر وتطلب الفراق بغيبة الزوج إن غاب عنها مدة تشق عليها وتعرضها لفتنة. أما إن لم تكن تتعرض لفتنة وهي والحمد لله يعني ثابتة ولا يخشى عليها فتنة ونحو ذلك، فإنها عند ذلك لا يحل لها أن تطلب الفراق إذا كان سفره لعذر، إذا كان سفره لعذر. أما إن لم يقل لعذر فيحل لها ذلك. يبقى إذن في السفر للعذر هو بس اللي فيه الإيه؟ الاختلاف القوي. سفر لعذر الأرجح فيه إنه إذا خشي عليها الفتنة وخافت على نفسها الفتنة جاز لها أن تطلب الفرقة، على الخلاف أيضا في المدة كما سبق، 6 أشهر أو سنة، 6 أشهر أو سنة، وهذا يرجع لاجتهاد القاضي ونظره في حال المرأة. ننتقل إلى المسألة الثانية معنا، وهي مسألة التفريق لفقدان الزوج، التفريق لفقدان الزوج. فإذا غاب الزوج عن زوجته غيبة منقطعة خفيت فيها أخباره، انقطعت أخباره، وجهلت فيها الزوجة حياته، الزوجة ما تعرفش هو حي ولا ميت، وسافر مثلا في أي مكان أو هو في أي مكان أو حبس ثم لا تدري له مكانا، ما تعرفش مات حي مش عارف. ففي هذه الحال يسمى هذا مفقودا، يسمى هذا مفقودا، أو يعرفونها بمسألة الزوج المفقود، الزوج المفقود. ومذاهب العلماء في تجويز طلب زوجة المفقود التفريق كمذاهبهم في زوجة الغائب من حيث الجملة، لأن المفقود غائب وزيادة، لأن الأولاني غائب بس هي عارفة عنده معلومات، لكن ده المفقود غائب بس ما حدش عارف عنه حاجة، خرج ولم يعد مش عارفين عنه حاجة. فإذا فقد الزوج فللعلماء في شأن زوجته أقوال، 3 أقوال للعلماء هنتعرض لها في شأن زوجة المفقود. قول الأول قالوا لا تتزوج وليس لها طلب التفريق مهما طالت المدة حتى يتبين وفاته أو تطليقه. هنقول أدلتهم بعد ما نعرض الـ3 أقوال. القول الثاني قالوا تتربص الزوجة 4 سنين من غيبته ثم يحكم بوفاته فتعتد بـ4 أشهر وعشر وتحل بعدها للأزواج.
القول الثالث قالوا لا وجه لتربصها، ولها أن تطالب الحاكم بالفسخ. قالوا لا، لو هي من بعدها بوقت قليل حتى يجوز لها أن تطلب التفريق لأنها تتضرر بذلك. طيب، الثلاث أقوال أمامنا وله لكل من هذه الأقوال دليله. فأما القول الأول وهم الذين قالوا لا تتزوج وليس لها طلب التفريق عند القاضي مهما طالت المدة حتى يتبين وفاته أو تطليقه، قالوا ما ينفعش أبدا تطلب التفريق إلا أنه يجي دليل بينة أنه توفي، أو أن يجي رسالة من عنده صحيحة يعني مضبوطة بالضوابط أنه هو طلقها، هنا ينفع لها تتجوز، أو أن لو بانت وفاته خلاص في هذه الحال حل لها الزواج. وهذا مذهب الحنفية والشافعي في الجديد، وبه قال ابن حزم. وحجتهم واحد، ما يروى عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، يعني بيان موته. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. أيضا مما استدلوا به ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا فقدت زوجها فلا تتزوج حتى يستبين أمره. وهذا الحديث أيضا في سنده نظر. وقد روي عنه أيضا بسند أيضا فيه نظر قال هي امرأته ابتليت فتصبر حتى يستبين موت أو طلاق، لكن أيضا هذه الأخبار ضعيفة. مما استدل به أصحاب هذا القول أيضا قالوا لأنها زوجة كباقي الزوجات، فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بما يوجب الفرقة من موت أو طلاق، وليس فقدان الزوج موجبا للفرقة. القول الثاني قالوا تتربص الزوجة 4 سنين من غيبته ثم يحكم بوفاته فتعتد 4 أشهر و10 وتحل بعدها الأزواج. ده القول الثاني، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله في من كان ظاهر غيبته الهلاك. عند الإمام أحمد قال إنها تتربص 4 سنين في من كان ظاهر غيبته الهلاك، يعني راح للجهاد مثلا وانقطعت أخباره ومش معروف انه قتل ولا لا، فقال تقعد 4 سنوات، بعد ال4 سنوات هيحكم بانه ميت. نعم. والقول القديم ايضا للشافعي على هذا النحو ايضا، وبه قال المالكية اذا فقد في حال السلم في دار الاسلام. فرق بس بسيط بينه وبين الحنابلة، هو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من الصحابة. يعني هذا القول في جملته اللي هي ما تطلبش التفريق إلا بعد 4 سنوات من غيبة الزوج وفقده وهي لا تعرف أين هو. واستدلوا على ذلك بما يلي: 1 عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. هذا قول عمر، وقد رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي، وأخرجه الإمام مالك أيضا، وهو صحيح بمجموع طرقه، صحيح بمجموع طرقه. قال عمر أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. يبقى ده قضاء عمر رضي الله عنه والصحابة. وعنه أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص 4 سنين و4 أشهر و10 بعد ذلك ثم تتزوج. فإن جاء زوجها الأول، دي مسألة هتيجي بعد كده،
إن جاء زوجها الأول ماذا سيكون يعني. نعم. أيضا استدل بقول جابر رضي الله عنه عن ابن عباس وابن عمر، قول جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قال تنتظر امرأة المفقود 4 سنين. قال ابن عمر ينفق عليها في 4 سنين من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه. قالوا أيضا أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة، قالوا أنه لم يعني يرد عن الصحابة خلاف قول عمر هذا وبعض الصحابة كما تقدم. القول الثالث اللي هم قالوا لا وجه لتربصها ولها أن تطالب الحاكم بالفسخ، قالوا لا مش شرط 4 سنين، إذا الزوج فقد ما هيش عارفة له مكان ولا عارفة له أي أخبار مش شرط أنها تقعد 4 سنوات. وهذا القول نقله الصنعاني عن الإمام يحيى واستحسنه. ومأخذ هذا القول عموم الأدلة الرافعة للضرر، يعني القول ده الذين قالوا به قالوا إن قواعد الشرع العامة تدل على رفع الضرر، ومنه قول الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قالوا إن الزوجة دي إحنا نقعدها 4 سنوات إحنا وهي متضررة، طب ما ده ضرر فوق ضررها، يعني زوجة فقدت زوجها ولا تعرف أين هو. فقالوا أصحاب هذا القول لا مش شرط تقعد 4 سنوات، لكن في الحقيقة يعني قيده بعضهم أصحاب هذا القول بما إذا خشيت على نفسها الفتنة، وعلى هذا يكون هذا وجيها، يكون هذا وجيها، بل قد يترجح على الأقوال السابقة، بل قد يترجح على الأقوال السابقة اللي هي قول الأولاني قالوا لا 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 ما تتزوجش خالص ولا تطلب التفريق إلا أن يأتيها يقين موته أو يأتيها بيان طلاقه، وده في نظر شديد جدا هذا القول الأول. قول الثاني وهو المروي عن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، وده يعني أقرب من جهة الدليل أنه في دليل نقلي عن الصحابة، والقول الأخير أقرب من جهة القواعد العامة. ولذلك في الحقيقة يعني القول يدور بين هذين القولين، بين هذين القولين. ولعل والله أعلم أن يقال في المسألة أن المرأة إذا فقدت زوجها ولا تدري أين هو فعليها أن تتربص 4 سنوات، فإن شق عليها قبل هذه المدة بل في أي وقت من هذه المدة حتى ولو كان في السنة الأولى، فإن شق عليها هذا وخشيت على نفسها الفتنة والوقوع في الفاحشة جاز لها طلب الفراق. بناء على القول الثالث هذا جاز لها طلب الفراق. فنكون والله أعلم جمعنا بين ما نقل عن السلف رضي الله عنهم نقلا وما وافق القواعد العامة للشريعة برفع الضرر، والله أعلم. طيب بقيت لنا مسألة وهي ماذا إذا عاد المفقود بعد الحكم بالتفريق، ماذا إذا عاد المفقود بعد الحكم بالتفريق. المرأة رفعت طلب عند القاضي بالتفريق والقاضي فرق، سواء كانت قعدت 4 سنوات أو القول الأخير أو نحو ذلك، والقاضي فرق، فجأة ظهر الزوج المفقود، جي بعد أكثر من 4 سنوات ولا حاجة وظهر الزوج ده، ما هو الحال؟ قال العلماء في هذا الحال سيكون لصورة هذه المسألة 3 حالات أو 1 من 3 حالات. الحالة الأولى أن يعود المفقود وزوجته لم تتزوج، يكون زوجته لسه ما اتجوزتش، فهي امرأته بنكاحها الأول معه، يعني حتى تفريق القاضي خلاص هيلغى، وهي امرأته بنكاحها الأول ولا تحتاج إلى تجديد النكاح معه، لأننا إنما أبحنا لها الزواج
لأن الظاهر موت زوجها، فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله، كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا، يعني هيلغى كل ما ترتب بعد ذلك على الحكم بموته. الحالة الثانية أن يعود المفقود بعد أن تزوجت زوجته، إن المفقود يرجع بعد ما زوجته اتجوزت، قضى بالتفريق وتزوجت المرأة، وقبل دخول الثاني بها. السورة الثانية إن يعود وهي مكتوب كتابها، لأن هيجي معنا بعد كده السورة الثالثة إن يعود وقد دخل بها الزوج اللي هو الجديد. طيب في السورة الثانية وقبل دخول الثاني بها، قالوا فهي زوجة الأول عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، قالوا هي زوجة الأول، لأن نكاحها إنما صح في الظاهر دون الباطن، فإذا قدم المفقود تبين أن نكاح امرأته كان باطلا، لأنه صادف امرأة ذات زوج وليس على الثاني حينئذ مهر، لأنه فاسد لم يتصل به دخول. يعني قالوا إن لو رجع الزوج المفقود وهي مكتوب كتابها، الزوج المفقود ده هي زوجته خلاص ترجع له. طب الزوج اللي هو العاقد ده، العاقد ده الرجل ده ياخد، لو كان دفع لها مهر ياخده ويمشي، لما لهاش نص مهر ولا لها حاجة، لا هياخد مهره كله ويمشي لأنه ما دخلش أصلا بيها. نعم. الصورة الثالثة أن يعود المفقود بعدما تزوجت زوجته ودخل الثاني بها، إن المفقود يرجع بعد زوجته ما تزوجت والزوج دخل بها، وممكن يكون خلفوا عيال كمان مثلا. فقد ثبت عن عمر وعثمان أنهما قضيا في المفقود أن امرأته تتزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته، خير بين الصداق وبين امرأته. الزوج المفقود رجع لقى الزوجة اتجوزت ومعها أولاد ونحو ذلك، قالوا خير بين الصداق وبين امرأته، يعني يا إما ترد له هي المهر بتاعه اللي خدت بقى من الرجل الجديد، خدت مهرها، ترجع المهر للزوج الأول إن اختار ذلك، أو إن اختارها هي ففي هذه الحال رجعت إليه، ترجع إليه لأنه أحق بها، لأنه أحق بها. لماذا؟ لأن الحكم بالطلاق والفراق الذي حصل حصل باجتهاد، فلما رجع كان اليقين وجود حياته الزوجية وجود عقد الزوجية الأصل، وعليها ينهدم ما كان بعد ذلك. ولذلك يخير بين إما يأخذ المهر وإما يرجع لزوجته التي كانت له. وبه قال الحنابلة فإن اختار المفقود زوجته فهي زوجته بالعقد الأول، لأن نكاحها من الثاني صار باطلا، وإن اختار تركها فإنه يرجع على الثاني، أي أن يأخذ منه الصداق، قيل الذي كان دفعه لها أولا وهو قضاء الصحابة، وقيل يأخذ المهر الذي دفعه الثاني. لا، ده في نظر، لا يأخذ مهره هو اللي دفعه الأولاني، يأخذ من هذا الرجل، أو الفريق القول الثاني أن يأخذ المهر اللي دفعه لها الراجل. لا لا لا، هذا فيه نظر، الأدلة كلها على أن الرجل يعني إذا حصل عيب كذا فيما تقدم فإنه يعود على ولي المرأة بما أعطاها، ولذلك هيأخذ مهره الذي أعطاها لو أنه يعني تركها ولم يرجع إليها. هذا مجمل يعني هذه المسألة، ويعني إن شاء الله بقيت معنا مسألة برضو شبيهة نتعرض لها في المرة القادمة إن شاء الله، وهي مسألة التفريق بإسلام أحد الزوجين أو ردته والعياذ بالله، إن أحد الزوجين يعني يدخل في الإسلام، أو أحد الزوجين والعياذ بالله يرتد، هو مسلم بس ارتد، فما هو يعني
التفصيل هنا أو الحكم هنا هذا ما يعني ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.